تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم صوب روسيا لضربة البداية للنسخة 21 لبطولة كأس العالم 2018، ويستضيف المنتخب الروسي صاحب الأرض والجمهور نظيره السعودية في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة. وتعد مواجهة اليوم بين المنتخبين السعودي والروسي الأولى بين الفريقين على الصعيد الرسمي، وكانت المواجهة الوحيدة بينهما ودياً عام 2014.